اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغرام يا أمير رحمة للعالمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الأمة حملة القرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا جو سے مہمانان عزیز کن کوئی خدمت نو و دنا ینتاں تمام طلاب عزیزان کوئی خدمت نو و مسلمون تکفون جوانان سرما تنسی خدمت نو تو الادت با سعادت امام زین العابدین علیہ افضل الصلاة والسلام کی اپنی مناسبت کا تبریک و تحنیت عرض باشد. خلاق دو عالم اس یرانا توفیق سے کہ دیتو قسنا رنگا یرانا مجالش کی دیدن قسنا رنگا دینو بعنوان قرآت قرآن دیدن قسنا تاما قرآن کی اپنی سنائینا اون سچاہت و فریس رانا مجالس تو برگزار بسان لذا جوانان انجمن مہدیہ کی تمام سنائینا اپنی زحمات کن بس دیتو سنائینا یہ رانا غال سنائینا محیا بس کی محافل کو کی دیتو دیتو محافل چلیم کی یہ رانا تمام فنگا ما قرآن نرسلسنا لنا انس باتمینا قرآن نرسلسنا لنا یرانا محبت چھاتی فریس خون لقرآن طلب نرسلسنا لنا آگاہی چھچکو تی فریس کی دی مجالس پرسنا لنا بیتو عظیم انویت پی جاق ملن یرانا جاق سام انشاءاللہ الرحمن خدا مند عالم اس یرانا دید اسنا لنا جذاب و ہم دنیا ہم آخرت یرانا شجد بچسین کیا؟ چونکہ اصلی حدب نا مقصد تو قرآن یرانا دنوئین کہ اس دنیا تک دکھ سمن کو
قرآن نرسستا لأون سبسي قيام الله سيرانوا قرآن نرسستا لأرانوا أهل بين نرس يرانوا يعني سال دوسو جو كوتو فاريز يرانوا دو يرانوا الشيء اعتقاد كمشي تلنا يرانوا أينا لذا دي فاريز يرانوا جي مجالي سبر بداشو دي فاريز نا پیغمبر گرامي اسلامي فيا قسك سلمولين كي أشرف ترين جزدان مخلوق ودسو جي كوين كسان مولد أسراف الأمتي حملة القرآن ها؟ لدي ميشي تلسنا لبزرق ترين أشخاص مو بزرق ترين إنسان كو دزو جي كوين كوين تسنا لنا قرآن نرسسنا لقرآن تلاوت بين جرسنا لمي فرسنا لدي عزيشي بس برين يران واس جد ملاقنا جنبو كي يران واس قرآن فرسنا لدي تلاوت بچسين سنة تيس سامرات وصام تلو يران واس يرانا دنيا تيك سمت يرانا خيرات وزربتو دي مختصر اسنان ذكر في مثلا ان شاء الله يراني مجالس تشروع بچسين پیغمبر گرامی اسلام کی اپنی خدمت الشیخ شون سن عرض بس یا رسول الله یرس مالا لدستان بیان بو قرآن لدستان رابط تا مو اتمینات قرآن کا تو فول الزمنا دی سمرات کو دی پیدا کو چیو جو یرس مالا لدستان بیان بو زربنا پیغمبر گرامی اسلام کی اپنی دو قسم مول بچگنا پیغمبر کی اپنی قسم مول لوم کی قرآن زفت بو یتوستان سوات و فقط خداوند متعال لبت بیان صور دستاینا دیه یعنی قیمت بنا دی دستاینا سواق و تحصان بیت ترسی لیدان ها جنا دی کلام بو بینچی دستاینا پیغمبر خدای فیق دستاینا بیان بینچی ات بین ده وقت بی که خداوند متعال فیق بی ایدن مطابق اللہ جبرائیل امین فیق بو پیغمبر خدای فیق بی دل نازل سوسنه قسم مولد ها پیغمبر خدای پیغمبر یران خدا مند متعال درگان حکم و درام سلام و ننی کل تصمین دی لجب بی که دی ازداری نا قرآن جس پر پی سمات لی بارا نمیانا بیان بس بین دو تو بیان بس بین یا رسول اللہ گا سوچی گی دستان نا سوچی گی لقرآن نا رسی دستان نا اونس پیدا کتو بنا قرآن قدس استاری نا اتاولا قدس استاری نا امون دستان خدا مند متعال بیا خوش شزده بچه سین دست چانا دید استاری نا یران و ها دیتو عظیم این ویپی ها قرآن چی یران و این ده نیسر سی یران و بیان باچه اگر کتو گان سوچی گی قرآن کتو سب نا ها یعنی ستونس چو عمره بس بود پی سواز بو خدا مند عالم اس یران و شزده بچه سین سومری سکا یران ما بیان باچه کہ اگر گا سجگے قرآن نہ رسے محبت نہ ان سے کا تو جغنا قیام اللہ قرآن کوئی فرز اس دارینا یعنی اونک معنیس اس دارے کورا قلعہ چچر یعنی کوئی فرز پوپا قلعہ چچر زندرے یران والا اس دار پیغمبر خدای کیا پورا جبرائیل امین کیا پورا اس دارنا بیان باچے جو تو عظیم اللہ پی ہاں قرآن چگین لیزا جا قرآن بین ان سے چاہے پہ فرید دلی یران وزان جا مجالیس بجا ستا انشاءاللہ الرحمن خدا ہم نے متعالی فیا قرد دی قرآن کن زر یران ما قیام اللہ قرآن کو یران نی فرز اسنا رینا خوبا قرار شاہد بھی انشاءاللہ نصیب چیز دوست وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین زین العباس سنسد صفت چکتو نینے سنفو علی زین العباس سنسد صفت چکتو نینے سنفو علی زین العباس سنسد شجاعت ما حلم صبر رضائم شجاعت ما حلم صبر رضائم تس شانم یزیدی مجلس نافو علی زین العباس سنسد یزیدی مجلس نافو علی زین العباس سنسد دو جمعنس جسمنا انتالا دعوت پینا غای سید تلات قرآن مینا دعوت تا جسم بینا حجت الاسلام والنسلین آغای سید حادی مقتل تنظر مقاتم صدر من الشیخ علی ترابی فی اقلا دنا آخون اسبر علی اقلی فی اقلا انتن اربانی بس انتو جسم قبول بچا انشاءاللہ
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهز على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساحون الذين هم يراءون ويمنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضر اليتيم ولا يهز على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم
الذين هم يراءون ويمنعون الماءون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يمس ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولا يوز ولا
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون صدق الله العلي العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
وذلك الذي يضر اليتيم
من الشيطان الرجيم
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحز على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العليم. يراؤون ويمنعون الماعون
جب تمت آخری تلاوت قرآن مینا ننو رضوان علیا دعوت تمت آخری تلاوت قرآن مینا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك